أجمل تحية، أجمل سلام لأحلى جمهور مشاهدي قناتنا الجزائرية الثالثة. برنامج خليكم معنا كما عودكم دائما يقرب لكم الرؤية ويسير الحدث. إذا مواضيعنا هي سر تنوعنا، مواضيع عديدة بانتظاركم معي ومع سهام. مساء الخير سهام. مساء الخير لطفي، مساء الخير مشاهدينا الأفاضل في عدد جديد من برنامج خليكم معنا دائما على المباشر. ساعة ونصف من الزمن سنحاول أن نقضيها إياكم بمزيد من المتعة والفائدة والاستفادة. طبعا سيكون حاضر معنا السيد عبد الكريم بوجناح، مدير متوسطة الضفة الخضراء الجديدة ببرج الكيفان. مساء الخير سيدي. مرحبا بك. إذن بعد الترحيب والسلام نبدأ معك. أول التعليم المتوسط أو نهاية المرحلة الابتدائية. على كل حال نحن التحضير تاعنا تحضير التلميذ احنا نحضروه منذ بداية السنة. التلميذ يحضر نفسيا وبيداغوجيا، يتلقى كل الدروس، والتلميذ يجب أن يكون يعني احنا عندنا بعض الحالات تصعب لنا في الامتحانات كشهادة تعليم متوسط، أو يعني التلميذ اللي ما يراجعش هذا يعني التلميذ اللي ما يكونش يتابع دروسه منذ بداية سنة راه يصعب له باش يجتاز هذا الامتحان تاع يعني الامتحان النهائي. ولهذا احنا يعني الدور تاعنا هو يتكامل مع الأسرة. احنا عندنا الأسرة والمدرسة، لأن المدرسة ما يكفيش أن يعني باش يعني تعطي كل المعطيات للتلميذ والأسرة تكون غائبة، لأن الأسرة لازم توفر الجو الهادئ للتلميذ، الأسرة تتابع التلميذ، الأسرة يعني تكون دائما مع التلميذ، وما لازمش الأسرة يعني دير يعني تكون يعني إذا كانت مشاكل في الأسرة ما لازمش التلميذ هذاك يعني يكون بعيد كل البعد على هذه المشاكل. راح نرجعوا لكل هذه الأمور سهام، لكل الظروف المحيطة بالطلبة بأجواء الدراسة أيضا والامتحانات. لا نركز فقط على فترة الامتحان كي تكون معاينة ميدانية إن شئنا للأسرة وللأساتذة أيضا. نعود ونكمل الفكرة أستاذ، كنا تحدثنا عن يعني تحضير مبرمجة ومسطرة لفترة الامتحانات. نعم شكرا. وعلى كل حال التلميذ يجب ان يكون مستعد دائما، لان احنا عندنا فروض، عندنا تقويم التلميذ راه دائما عنده استجواب يعني يكون إذن مستعد. الفروض راح تكون كتمهيد للامتحان النهائي. نعم كاين الامتحان نهايه الفصل الاول والفصل الثاني ونهايه السنه الدراسيه. ولين نعتبره في نهايه السنه الدراسيه نقولوا ليكزامان بلون بالنسبه يعني الامتحان الابيض بالنسبه لشهاده التعليم المتوسط او شهاده البكالوريا او نهايه السنه الابتدائيه. هو على كل حال هذه الامتحانات تكون على كل حال احنا مثلا في مؤسستنا اللي هي الضفه الخضراء الجديده متوسط الضفه الخضراء، احنا نديروا امتحانات على شكل انه امتحان رسمي. جميل. نوفروا كل الظروف في المؤسسه، نديروا الامانه كما هي في شهاده التعليم المتوسط. التلاميذ ما نخليهمش في الاقسام تاعهم، بنغيروا لهم الاقسام حتى يتعودوا على اقسام اخرى، بالعاده يغيرون المكان. شكرا. ونجيبوا الاساتذه اللي يحرصوا، ما نخليوش الاساتذه اللي يقرروهم اللي يحرصوا، نجيبوا اساتذه اخرين اللي ما يعرفوهمش ونوفر لهم كل الجو ونحطوهم في وضعيه يعني وضعيه ملازمه او وضعيه كما انه في شهاده التعليم المتوسط، كانه تجريبي يعني. تجريبي. هذا يعني لقينا يعني استجابه كبيره من طرف التلاميذ. وبعد هذا الشيء نديروا يعني دورات، مثلا درنا يعني كانت مبادره منا ومن من من, من ولي التلميذ اللي هي رئيسه فرع الالام دي بي بن مسوس السيده سمساوي سعاد، تكلمنا وتحدثنا كان لنا لقاء وفكرنا باش نديروا ندوه او دوره او ندوه تدريبيه واستشاريه لتلاميذ سنه رابعه متوسط. جميل. يعني تمهيد مؤخرا تمهيد الامتحانات. وكنا طلبنا يعني رخصه من مديريه التربيه، وكانت يعني ونشكر بالمناسبه السيد مدير التربيه للجزائر الشيخ السيد راشد بولقرو اللي وفرنا كل يعني الوسائل الماديه والبشريه لتحسين وتحسين هذه الندوه. وكانت سارت الندوه يعني بمشاركه اخصائيين نفسانيين من بينهم الاخت عبله محرس اللي قدمت عرض يعني في المستوى على القلق والخوف،
سيد عبد الكريم بوجناح، على حد قولكم أنه التحضير الجيد للامتحانات أنتم كمؤسسة تربوية كمتوسطة يبدأ يكون طوال السنة من خلال يعني عديد النشاطات وعديد الخطط المتبعة من طرفكم كأساتذة وكمختصين كمدير طبعا للمتوسطة. طبعا نرجع إليك سيدة عبلة، أكيد